عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، هيكون معنا جولة في أبرز الفيديوهات والأحداث على السوشيال ميديا، وهنبدأها معاكم بفيديو نشرته صفحة الاتحاد العربي لكرة القدم عن أهمية بطولة العرب واللي انطلقت امبارح بمشاركة وائل جمعة وعلي الحبسي ويونس محمود. تعالوا نشوف مع حضراتكم الفيديو ده ونرجع مرة تانية. كأس العرب بطولة مهمة جدا، افتقدنا هذه البطولة، افتقد هذه البطولات احنا محتاجينها، كنا من سنوات طويلة، من فترة طويلة جدا ما تحققتش ان احنا نجمع العرب كلهم في بطولة واحدة مجمعة، بقالنا فترة طويلة، والأهم ان هي تحت رعاية ومظلة الفيفا. مثل هذه البطولات تعني الكثير للجماهير الرياضية، يكون فيها اللمة العربية، راح تبرز هناك مواهب متوقعة من داخل البلدان العربية. أعتقد الجانب الإعلامي وتركيز الفيفا على هذه البطولة راح يعطيها قيمة أكبر. بطولة مميزة، بطولة ناجحة بالحضور اللاعبين، بالحضور الجماهيري، فاستمتعوا وأبرزوا وقدموا كل ما لديكم، لأن أعتقد كل العالم سينظر لهذه البطولة. الحقيقة قوة السوشيال ميديا بقت واضحة في الآونة الأخيرة، دايما بيبقى الخبر موثق من صاحب الخبر وفي لحظتها، ما بنستناش إن احنا نشوف الخبر تاني يوم في مجلة أو في صحيفة أو حتى في أي برنامج، ممكن يكون برنامج صباحي أو مسائي. أعتقد قوة كبيرة جدا للسوشيال ميديا اللي احنا دايما أيضا بنحاول إن احنا نقرب حضراتكم منها ونعرف باقي الأخبار. إمام عاشور أيضا واحد من نجوم نادي الزمالك، كنا اتكلمنا عن يعني شفائه الحمد لله من كوفيد 19 أو إصابته بفيروس كورونا، نشر على حسابه الرسمي في الإنستجرام، كان حط ستوري وكتب عليها الحمد الحمد لله سلبي، بنقول له احنا كمان الف حمد لله على السلامه يا امام، وان شاء الله الفتره القادمه تكون فتره تالق ليك، ترجع تاني لمنتخبنا الوطني المصري وتتالق مره اخرى مع نادي الزمالك. نروح بقى معاكم لمصطفى محمد. مصطفى محمد بنقول له كل سنه وانت طيب وعقبال الف سنه، عدد كبير جدا من النجوم وكمان زمايله امبارح هنوه بمناسبه عيد ميلاده، وكان ابرزهم عمر جابر لاعب بيراميدز اللي نشر له ستوري، وكل اللعيبه كمان نشروا له ستوريز، هو اعاد نشر الستوريز دي عنده على حسابه الخاص على الانستغرام. شايفين مع حضراتكم مع عدد من فرح النجوم. انا كمان عملت له وانت كمان يا غانم عملت. طبعا مصطفى محمد واحد من اللاعبين، طب عمل لك ريمنشن؟ طبعا عمل ريمنشن للستوري على فكرة، يعني احنا من سكان منطقة واحدة وشارع واحد، عشرة عمر يعني. فطبعا من وقت كمان ما بدأ مشوار في كرة القدم كنت معاه، ويعني عيلته وصحابه، فكلهم قريبين مني بشكل كبير. كل سنة وهو طيب، وكل سنة وهو ناجح، ودايما بيسعدنا وبيشرفنا في كل مكان ان شاء الله. ايضا من الاخبار او مواقع التواصل الاجتماعي اللي كان فيها ايضا احد الاخبار الهامه عن لاعب بيراميدز ومنتخبنا الوطني المصري ومنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي، يقولوا عليه زي ما انتم عايزين، لانه هو يعني واحد ايضا من اللاعبين صغار السن، ابراهيم عادل. الحقيقه ابراهيم عادل ايضا حرص ان هو كمان يعني يعمل زي تويته بيهني فيها بعض من نجوم مصر، وكان هؤلاء اللاعبين هم مصطفى محمد، لان يعني ابراهيم عادل التحق بمنتخبنا الوطني المصري في الفتره الاخيره، شفناه طبعا كان متواجد رفقه منتخبنا الوطني المصري، ودايما موجود في كره القدم العلاقات، يعني دايما بنشوف السوشيال ميديا فعلا بقت ممبر، كل واحد عنده مناسبه سواء حد ربنا رزقه مثلا بطفل، عيد ميلاد، فرح، حتى في الحالات يعني حالات الوفاه او ايا كان، اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هامه جدا، الجميع بيحرص ان هو يتبادلوا التهنئه او اي امور خاصه، فعشان كده كمان ابراهيم عادل كان حريص ان هو يعني مصطفى محمد بعيد ميلاده. نروح معاكم بقى كمان